النظام اللي حاكم في الجزائر من 58 الآن ما تغيرش، وهو اللي يسير في اللعبة، ويسير في اللعبة في شتى المجالات. صح عندنا شريحة من الشعب الجزائري شريحة تسهل أنها تكون إسكلاف، تسهل العبودية، أصلا ما عندهاش الحق في الحرية. عندنا شريحة في الجزائر، هذه حقيقة، يعني بالجهل انتحى وبالتواطؤ انتحى والخبث انتحى، تسهل تكون في العبودية. بصح هذا ما يمنعش أن النضال نتاعنا متواصل سياسيا. دونك حنا سي فولي هما مدارين مسرحية كبيرة منذ بدا الحراك 22 فبراير، منذ أنه خاين الأركان، بقرة الأركان الله لا يرحمه، ونقولها كاين ناس يقول لك اللي مات ربي يرحمه، ما يرحموش، ما ترحمش عليه داكور، باسك خاين، باسك خابيت، باسك خماج، ماشي باسك مات يولي ناس ملاح ونسكت عليه. وهذه كنت روح ما حسينا موتاكم ما قريتهاش في القرآن من الحزب الأول، الحزب الستين ما كانش. دونك يفو كومبروندر أيوا الشعب الجزائري، لو سيستام مازال قايم، لو سيستام إلي طونطران دو مانيبيلي، لو سيستام راهو يتلاعب بعقول الناس وعقول الشعب، وعقول الشعب اللي راهو طائر حاليا. النظام هذا عنده خاصية أنه يرتكز على تجربة سابقة اللي هو في حد ذاته حول الاستعمار المباشر إلى استعمار غير مباشر. النظام هذا في حد ذاته يمد مجال للأصوات اللي تبان لكم باللي راهي يعني في المعارضة، لكن حقيقة تخدم النظام. ونحددها هنا يا الأصوات اللي تقول لكم ما لازمش تنظيم للحراك، يفو با ستركتوري الحراك، هذه أصوات تخدم النظام. الأصوات اللي تقول لكم ما تحقوش قيادة للثورة الشعبية، هذه أصوات تخدم النظام. الأصوات اللي تقول لكم وتوجه فيكم إلى مشاكل ما عندها حتى معنى مع بناء الدولة الجزائرية الحقيقية، لازمنا نبنيو دولة عمرها الجزائر لكانت دولة، يعني من استقلالنا هذا الافتراضي 62 وحنا مسرحية كبيرة إلى حد الآن. فعلى الناس أنهم يفهموا، أنهم يفهموا. أنا كي تدي القايد والبشاغة تديه الحبس ولا تدفنه ولا تنيقوسي معاه، هذا الأمر صرا في مصر من قبل، هذه المسرحية كاملة صرات في مصر من قبل. أفلا تعقلون؟ ما تفهموش؟ vous n'arrivez pas à comprendre. لكن العيب، العيب الكبير هو خاين الدار. شكون خاين الدار؟ ناس تهموني قالك راك تفرق، يعني كي تقولوا كذا. شوفوا يا جماعه، من اهم الامور لما نتجه الى معركه ضد عدو ما نتحالفوش مع الخونه، لانه الخونه لما تثبت الخيانه نتاعهم ما نتحالفوش معاهم، لانهم هما اللي راحين يضربونا في الظهر ويكسروا المعركه كما راهم يكسروا فيها حاليا. ومدابيا نحدد امر، نهار قلت لكم جبهه القوى الحيه كي تخرجوا للتظاهرات ما تخليوش الشرطه تتعدى فيكم وتدافعوا على انفسكم. قلتوا جبهه القوى الحيه ورحماني عنيف، لكن جات، جا البرهان، لا بروف ماتيريال ce qui s'est passé à Tizi Ouzou quand le peuple s'est défendu. La police a rebroussé chemin. Elle n'a rien pu faire. كي قلت لكم ما تخليهمش يديهم الحبس والسجناء نتاعكم خرجوهم، شفنا واش صرا في تيزي وزو كذلك. لما الشعب تموبيليزا حول المحكمه، القاضي اللي تي اوبليجي، ماشي باسكو كاين عداله، باسكو على بالو كون ما طلقهمش كان تخلع عليه وعلى دين والديه به بالناس اللي في المحكمه يخدموا. لازم الشعب يفهم، اذا تنظم الشعب، سي لو بوبل اي اورغانيزي اوتور دان كوموندمون ريفوليسيونير، في عام قل من عام يطيح النظام هذا ويهبطوا ونروحوا للمرحله الانتقاليه. لكن الشعب ما تنظمش ويتبع في الابواق نتاع الاسلامويين، لانهم هما البوق الحقيقي حاليا. بيان سور اسلامويين ماشي غير راشد، كاين الكلاب نتاعهم لي ساتيليت نتاعهم بلوس لي ساتيليت نتاع النظام، هادو كاع يخدموا في اتجاه واحد، انه الحراك ما تكونش عنده قياده، لانه لو بقياده ينجح، بدون قياده الحراك ما ينجحش والثوره ما تنجحش. وكل ما تختاروش قياده
او ما تشكلوش قياده او ما تنبثقش عن الحراك قياده سياسيه حقيقيه ما عندها حتى معنى، والنظام هذا راح يرحيكم. قلناها لكم من قبل، كانت الاحكام 3 شهور، سيرسي 6 شهور، تركيا عامين 18 شهر، عام 5 سنوات. علاه؟ باسكو فهموكم ما عندكمش قياده، لاكسيون تاعكم ني با كوردوني. باسكو كونت اون سونغاج دون اون باتاي il faut que l'action soit coordonnée. Et j'aimerais préciser les, justement en direction des services de sécurité intérieure algériens, il y a les Moukhabarats Jazeria, qui se battent au club de club. Il y a des gens qui ont fait un peu de choses. Ils ont fait un peu de choses. نعفسوا قدامكم ونكون في حقي. دونك ما كان لا تبعثوا الكلاب نتاعكم للشيان نتاعكم بور لا بروفوك، اما يخلعوا حتى واحد يخلعوا غير رواحهم. هذه نحددها باش يفهموها مليح. دونك با لا بين دونفواي فو شيان بور لا بروفوكاسيون، باسكو ان جي بير دو ريان ني دو بيرسون، اي دو دو لا دوزيام بروفوكاسيون je réagis à bande de chiens et vous savez très bien comment je peux réagir. نعرف كما بني الكلاب بكل كماركم بكل كماركم sans exception. على بالكم بلي نعرفكم بكل خماجات. Donc on est là pour ça. Maintenant Hussein, on passe à d'autres questions. Exactement, monsieur Rahmani. Donc اليوم يحيى durant le procès تحدث. Il a fait des déclarations fracassantes. Wingel, mais durant le Bahou Al-Maliya ou le fameux mandat de Bouteflika, donc il a accusé l'ex-président Bouteflika et le président actuel Wingel, les surfaces le port Est-Ouest et le port Adjendjan, c'était Bouteflika en personne libre d'homme, c'est-à-dire Oula, ou Gel, les drames, les clowns, puis le Firet à Seken et Rabbi les Alambiens. أبرز وانتبهون حسروه باللي في فيزي وخوفاته لديكلاراسيون أنه قناة الشروق حطوها اي أبري قلعوها. دونك فوالا vous avez dit il y a quelques mois sur Ahmadi باللي تبونا بدي تولي 3.5 مليون دورو دونك 3.5 مليار دورو. دونك فوالا دونك اليوم سي ويحيى إلى كونفيرمي فوالا. شوف احنا نهار قلنا باللي تبون المعفون هذا كونت إلى تي أون بوست ياو 300,000 لوجمون سوسيو فاكتوري جامي ريسبسيوني أونتر تروا سوسيتي، أون سوسيتي شينواز، أون سوسيتي ترك، أون سوسيتي إيجيبسيان. إكزاكتومون. لو سينياتير سيتي تبون، لوردوناتور سيتي تبون، بيان سور بون ما نكذبوش على السيد ما كلاش وحدو، باسكو سيادو قالوا له تسني كلا معاهم هو تاني وكلاو في بعضهم بكل.